بيقول افضل منصة للدروب شيبينج، وكمان ايش رأيك اكون بائع على امازون؟ طب انت سؤالك مزدوج، خليني اجاوب الاول على نقطة ايه هي افضل منصة للدروب شيبينج. افضل منصة للدروب شيبينج، الدروب شيبينج انا بعتمد فيه ان انا بعمل متجر شوبيفاي، ده شغلي انا، ما بجبركش عليه، انا بقولك الطريقة اللي انا شغال بيها. بعمل متجر شوبيفاي وببدأ ان انا اشوف اختار نيتش معين يكون عالي الربحية وانا شايف ان عليه طلب، وليكن مثلا نيتش كاتس القطط، وابدا ان انا اشوف منتجات على علي اكسبريس وعلى امازون وعلى وول مارت وعلى اي باي، السوق بيتحرك ازاي دلوقتي وايه الحاجه الترند وايه اكتر المنتجات مبيعا، وابدا اخد مجموعه من هذه المنتجات واعرضها على متجر شوبيفاي بتاعي انا، وابدا اعمل اعلانات عليهم. بعد ما ابدا اعمل اعلانات على هذه المنتجات بتاعتي، ببدا اعرف ايه المنتج المربح وايه المنتج الغير مربح، ولما بلاقي منتج مربح ببدا اعمل له سكيلنج، يعني ببدا ازود الاعلانات بتاعته باستراتيجيه معينه. فدي طريقتي انا في الدروب شيبينج. سؤالك او الشق الثاني من سؤالك بيقول كمان ايش رايك اكون بائع على امازون؟ دي حاجه كويسه جدا جدا، وقوانينها بتختلف من دوله لدوله. امازون رخم جدا في القوانين، امازون بكرر تاني اهو، امازون رخم جدا في القوانين، وبالتالي انت لازم يعني لازم تختار، لازم تتبع القوانين قوي. لو هتبيع في الامارات تشوف القوانين في الامارات ايه، هتبيع في السعوديه تشوف القوانين ايه، هتبيع في بريطانيا في الولايات المتحده لازم تشوف القوانين ايه. وطبعا البيع على امازون ما تشتغلش دروب شيبنج، لان امازون ما بيدعمش دروب شيبنج وبيحاربها يعني بشتى الوسائل الممكنه. انت اشتغل على امازون، لو هتشتغل يبقى امازون اف بي اي، او لو في تبيع في الدوله بتاعتك ممكن اف بي ام، ان انت تبقى السلعه عندك وتعرضها على امازون وتشحن انت من منزلك او من مكتبك عادي جدا.